اهلا وسهلا. تحكي لنا كده بقى، اولا احكي لنا على الجائزه اللي حصلت عليها. هو دي كنت مشارك في برنامج مالتي سيربح المليون، اكيد المشاهدين عارفينه كلهم. كسبت فيه 100,000 ريال سعودي. تمام. واجهت لي مشكله بعد كده في ان انا اعمل حساب بنكي، وصدمت بصراحه كانت ايه المشكله؟ ان انا افتح حساب بنكي. ايوه ليه يعني، ليه عندك قالوا لك مشكله انك تفتح حساب بنكي؟ لان انا شخص فاقد الاهليه القانونيه وفقا للقانون المصري. ليه انت حضرتك من المكفوفين مش كده؟ بالظبط كده. فايه اللي يخليك تفقد الاهليه في الحاله دي يعني؟ والله مش عارف، يعني انا بجد مش عارف. فكره اني الكفيف فاقد الاهليه دي انا ما بعرفلهاش سبب، ومش لاقي لها تفسير. الغريب في الامر اني لازم يبقى عليا وصي، والوصي ده هو اللي يبقى مسؤول عن جميع تصرفاتي واهمها التعاملات الماليه، في حين ان الكفيف واقعيا مش كده يعني. طيب اتحلت ازاي؟ والله هي اتحلت نص حل. نص حل اللي هو ايه بقى؟ بالظبط كده، اللي هو اني يعني عن طريق كده علاقات وديه وصلت اني يبقى معايا مرافق على الحساب ويوقع معايا على كل الامور الماليه الخاصه بيا. واصي بس بشكل مش بحكم قضائي. واصي بس مش بحكم قضائي. طب استاذ محمد هستاذنك تخليك معايا على التليفون، لان معايا على الناحيه الثانيه على التليفون الثاني الاستاذ نيفين المسيري، العضو المنتدب للبنك الاهلي المتحد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. استاذ نيفين، يعني يمكن حضرتك سمع الاستاذ محمد ابو طالب والمشكله، وواضح جدا من تعليقه انها مسببه له مش مشكله بنكيه قد ما هي مسببه له جرح نفسي. فايه اسباب اننا نتعامل مع شخص مكفوف وكانه فاقد الاهليه؟ هي مش فكره يا فندم انها فاقد الاهليه قد ما فكره انها حمايه للشخص ده، لان طبعا هو في بيتخاف عليه من ان هو يبقى في حد ممكن يدور امضته او ان هو يتعامل على حساباته بطريقه غير قانونيه، نظرا لان هو غير قادر على ان هو يقدر يمونيتور الاكونت بتاعته بطريقه صحيحه او كامله يعني. بس هو البصر يا فندم، البصر ما هوش اللي بيخليه يعني البني. ارد انا يا فندم. طب محمد هيرد على حضرتك، بس هيقول لحضرتك جمله. اتفضل يا استاذ. هي مش فكره واصي، هو كلمه واصي او اللي بيقولوا عليها البنوك وصايه، هي مش وصايه، ولكن هي صوره في صوره شهود. يعني احنا عندنا في البنك بنفتح الحساب وبنجيب شهود على ان هو اطلع على البنود بتاعت الحسابات علشان اقدر اقراها بقارئ الشاشه، او هتبقى مطبوعه برايل، وده او ده مش موجود. اوكي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاجراءات القانونيه الاخرى. تمام، هي الفكره مش فكره شهود، هي الفكره ان هو بيبقى لازم يبقى مرافق ليا كل عملية سحب أو إيداع أو اطلاع على الحساب، وده طبعا ما بيراعيش إطلاقا إطلاقا مبدأ الخصوصية الخاص بيا. يعني معروف إن المفروض يكون ليا خصوصية وسريتي. تمام، ده ممكن يتحل إزاي يا فندم؟ إن حضرتك بتوفري لي بتتعامل لجنة ثلاثية في البنوك بره. اللجنة الثلاثية دي بتبقى عضو من الشؤون القانونية في البنك، وواحد من الخزنه، وواحد اداري بيبقى مهمتهم ان هم بيبقوا مسؤولين عن الحالات الخاصه. لما بيجي شخص زي كده هم اللي بيتابعوا معاه الاجراءات، وبتبقى الاجراءات دي مسجله صوره، وباخد صوره باخد نسخه منها، وده معروف بره. نهينا طبعا عن ان ما فيش اصلا الاي تي ام الناطق في مصر، وده ما اعرفش امتى هيتوفر. يعني مش متخيل ان بلد زي بلدنا بيبقى ده مش موجود فيها. ايه راي حضرتك استاذ نيفين، اذا كان هناك نظام معمول به في الخارج لماذا لا نعمل به في الداخل؟
انا متفقه معاه في ان في تقصير في نواحي الاهتمام بالناس اللي هم ذوي الرعايه الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر، وده متمثل في حاجات كتيره قوي. يعني حتى زي المفروض ان بيبقى لهم عربيات خاصه، بيبقى لهم يعني مش بس المكفوفين، انا بتكلم ان جنرال بالوجه العموم. لكن اللي هو الاليات اللي هو بيتكلم عليها انا مش شايفاها صعبه في التنفيذ. يعني مساله ان حد يقدر يكون ثلاث اعضاء من، يعني هي افكار جيده ومعمول بيها، يبقى احنا المفروض ان احنا نقوم بتطبيقها، ومفيش اي شيء في القانون يحول دون تطبيق في البنوك. هل دي محتاجه حضرتك قرارات بنك مركزي، ولا ممكن كل بنك يقوم بهذا الاجراء؟ للاسف هي قرارات بنك مركزي، لان البنوك ماشيه بتعليمات البنك المركزي ان ما يتفتحش حساب. طب ما استنى يا استاذ محمد، يمكن تطلعش بنك مركزي الاستاذ نبيل تقول لنا. انا بتكلم البنك المركزي مرن جدا في تقبل اي نوع من انواع، يعني احنا لما بنقدم للبنك المركزي اقتراحات، وخاصة في هذا المجال البنك المركزي بمرن جدا في الاستجابة في الموضوع ده. فهي ممكن تبقى انها عدم، لان احنا لما بنصادف المشاكل مع العملاء احنا اللي بنرفع للبنك المركزي مصادفاتنا دي في الاجتماعات الفورية بتاعتنا مع البنك المركزي. البنك المركزي ممكن يصدر قرارات في هذا الشأن للتعديل. طب يعني نعتمد على الله وعلى حضرتك واتحاد بنوك مصر انكم تخاطبوا المركزي في هذا الامر؟ بالتاكيد الاستاذ هشام عايز العرب اتحاد بنوك مصر برضو ممكن نرفع له الموضوع، و ات ذا سيم تايم احنا ممكن نتكلم مع البنك المركزي في الموضوع لو ده يعني محتاج قرار بنك مركزي او محتاج اختار للبنك المركزي. ولكن انا اشوف انها لا، لان هقول لحضرتك حاجه. تفضل. احنا سبق لما جينا ابدعنا في موضوع ان احنا نطلع القرار بتاع كل ما يجي شخص مكفوف او ذوي احتياجات خاصه يبقى معاه شهود، دي ما كانتش وفقا لاي قانون، دي كانت وفقا لتعليمات البنك الداخليه. يعني البنك اصدر تعليمات الاهلي المتحد اصدر ده، يعني احنا هي معمول فيها كذا بنك الحقيقه. نعم. هي يعني مش بنك البنك الاهلي المتحد، كذا بنك من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هم 10% تقريبا من مجمل البنوك اللي بيأكومديتوا او بيقدروا انهم يفتحوا حسابات بالطريقه دي، ودي كانت نوع من انواع الابتكار علشان نقدر ان احنا نخدم الناس دي. وقد سيم تايم بقى مساله الصرف، لا انا مع، يعني هو ممكن يقسم او ممكن يتفق ان هو هيقسم وبيمضي على ده في الشهود في اول مره يفتح الحساب، وبعد كده هو بيتعامل على الحساب بشخصه ومش لازم يبقى مع حد. نعم. يعني مش حقيقي، انا كنت مع البنوك مع اكثر من 15 بنك بما فيها بنوك مصريه وبنوك اجنبيه عامله على ارض مصر. ايوه تمام. كانوا بيقولوا ان تعليمات البنك المركزي ما تسمحش انك انت تفتح الحساب الا بعد ما تروح ال، بص انا مش مسؤوله عن البنوك بتقول ايه عن البنك المركزي على فكره، يعني أنا متفهم ده. على فكرة يا أستاذ محمد، يعني إحنا كلنا يعني لما بنروح بنك ويبقى مش عايز يعمل لنا حاجة بيقول لنا دي تعليمات البنك المركزي. كلنا أنا عايز أقول إيه، إن في مرونة معينة البنوك المركزية بتحط إطار عام، لكن في إطار هذا الإطار العام لو أنا قدرت إن أنا أحط آليات خاصة أقدر بيها إن أنا أوفي للعملاء، البنك المركزي لا يمنعني، وممكن اخطره واقول له انا هعمل كذا وهعمل الاسلوب دي وهاخد الاليات دي، والبنك المركزي بتوافق. طب احنا واثقين في حضرتك يا استاذه نيفين ان حضرتك هتتولي هذا الموضوع، ولو سمحت لنا ان احنا يعني في خلال الاسبوعين اللي جايين نتابع مع حضرتك مع الاستاذ فريد الطبجي برضو نتابع، واستاذ محمد ابو طالب برضو ارجوك خليك على اتصال بينا بشكل مستمر في الاسبوعين اللي جايين. انا تحت امر حضرتك. احنا اللي تحت امرك يا استاذ محمد. البنك المركزي وتحت امر البنوك المصريه في ان احنا نلاقي حل ان شاء الله. بس عايز اقول ايه، مبدئيا الحل الاولاني موجود، يعني احنا ممكن نفتح حساب بالشهود ونتفق ان هو هيقوم بنوع من انواع البصمه، ونكون اللجنه اللي هو نفسه فيها دي ايميديتلي دلوقتي، يعني يجي البنك الاهلي المتحد واحنا هنتولى الامر ده، ما عندناش مشكله خالص.
طيب عظيم، يبقى أول خطوة أولى. دي خطوة أولى، خطوة أولى إن حضرتك بكرة تشرفني في المكتب وانا اللي هتولى الموضوع ده بشخص، مفيش مشكله خالص. واحنا هنعمل الكونكشن ده يا استاذه نيفين، بحيث ان الاستاذ محمد يبقى عارف يتواصل مع حضرتك والعنوان وما الى ذلك، وبرضه يا استاذ محمد هنعمل التواصل، هنعمل الكونكشن ده بعد الحلقه على طول، بحيث ان بكره ان شاء الله يتم هذا اللقاء.